السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل جزء الـ AC circuits. كنا في جزء الـ DC بنتكلم إن الأحمال اللي عندنا هي الـ resistance وقانون أوم. طبعاً الأسهل حاجة في الـ circuits إن V بتساوي I في R، هنا بنسميها impedance، معناها ممانعة أو معوقة. دي الخلاصة بتاعت الجزء دوت، حسبتها كلها هنا، لكن في الآخر ده الجزء المقارع عليك أنا يهمنيش، أنا مش كلية نظرية عشان أجي أقول لك اثبت لي حاجة، أنت كلية تطبيقية، أنت مهندس، فالمفترض القانون نطبق بيه. الريزيستنس هنا لا بنسميها زد، وزد هنا الإمبيدنس. في حالة الريزيستنس، الإمبيدنس هي نفسها الريزيستنس، طبعا الوحدة كالعادة هي الأوم، والآي والفي آر إن فيز. يعني إيه الكلام دوت؟ هنتكلم عليه بالتفصيل. في حالة الكويل او الاندكتور اللي هو الملف، فالامبيدنس او اللي احنا بنسميها اكس ال اللي هي الاندكتيف رياكتانس، المفاعلة الحثية، الامبيدنس هي جي اوميجا ال، اللي دخل معانا جي دوت ديزر ماينس 1. ليه ما سميناهوش اي؟ لان الاي هو الكرنت، عشان ما يجيش واحد يقول لي مثلا الاي طلع معاه 3 زائد 4 جي. طبعا ده رقم كومبلكس، تخيل لو احنا بنكتبها اي بدل ما نكتبها جي، فيقول الاي بيساوي 4 زائد، فممكن يجيب ال 4 دي هنا ويطرح يبقى ماينس 3 اي بتساوي 3 والاي ب 1 امبير. طبعا كان ده غلط، احنا بنستخدم الرمز للكومبلكس، ودي صوره طبعا الكومبلكس نمبر بس بالصوره الريكتانجل اللي هي جزء ريال وجزء ايماجيني. فجي هو الروت ماينس 1 او جذر ماينس 1، هنفهم برضو الفيزيكال مينينج النهارده بتاعه والعلاقات اللي مكتوبه على السبوره. الحمل الثالث هو الكاباستور، الاكس سي بتاعته بتساوي 1 على جي اوميجا سي، واحد على جي اوميجا سي. طبعا لو ضربنا في جي على جي، جي في جي بماينس 1، اذا هيبقى لي هنا اوميجا سي زي ما هي والماينس يطلع فوق، يبقى لي ماينس جي. صراحه انا افضل تشتغلها ماينس جي على اوميجا سي، يعني افضل احسن حاجه لما تيجي تقول لي مثلا 3 زائد 4 على جي، ولا شكلها 3 ناقص 4 جي. اعتقد ده بيبقى افضل واريح للعين، لان الجي تبقى في المقام مش ما بنعرفش نشتغل بيها قوي، الافضل ان هي تكون معايا في البسط. ايه اللي دخل ارقام الكومبلكس وايه اللي دخل الكلام ده كله؟ زي ما قلنا الفي بتساوي اي في ار في الدي سي. لا طيب، الفي هنقول بقى بتساوي اي في زد، او معنى تاني ان الاي هو الفي على الزد في حاله الاي سي. يعني هقول والله الكرنت بيساوي الفولت على الامبيدنس. واحده واحده كده، قلت لك ديت هي الخلاصه بتاعت المحاضره، لكن انسى اي حاجه انا قلتها. جت ازاي؟ واحده. نبدا اول حاجه بالريزيستنس. لو انا جيت هنا على الريزيستنس وجيت قلت لك والله انا عندي ريزيستنس اسمها ار، حطيت عليها جهد ساين ويف، وليكن في ماكسيمم ساين اوميجا تي، او في ماكسيمم اور في ماكسيمم ساين ثيتا. احنا قلنا في المحاضره اللي فاتت الثيتا هي نفسها الاوميجا تي، وحبيت اجيب الكرنت، فالعلاقه ما بين الفولت والكرنت، هتقول لي والله الاي بيساوي الفولت اللي هو عباره عن في ساين اوميجا تي او ساين ثيتا مقسوم على الار، او في ساين ثيتا كده هو صح، في ماكسيمم ساين ثيتا مقسوم على الار. ممكن نعتبر دي اكنها هي الاي ماكسيمم، لان اتفقنا ان اي حاجه مضروبه في الساين او الكوساين هي البيك بتاعها، يبقى اي ماكسيمم في ساين ثيتا. بداية اللي فوق ده، اللي فوق دوت هو ال V. طيب القاعدة في حالة ال AC بتقول لي والله ال I بيساوي ال V على ال Impedance. إذا لو اللي فوق دوت ده ال I وده ال V، إذا اللي في المقام ديت هي ال Impedance. يبقى ال Impedance في حالة ال Resistance، ال Impedance في حالة ال Resistance هي نفسها ال R، ما بغيرش فيها أي حاجة. طيب إيه العلاقة بين ال Volt وال Current؟ تعالى كده لو جينا رسمنا ال Volt وال Current ساين ويف. الفولت شكله عامل ازاي؟ الفولت عباره عن في ماكسيمم ساين ثيتا او في ماكسيمم ساين اوميجا تي، يعني معادله ساين عاديه خالص. ده الفولت، ده الصفر، ده الباي، طبعا هنا في السنتر عند باي اوفر 2، وهنا 3 باي على ال 2، وهنا 2 باي. ده بالنسبه لي هو الفولتج. بينما الكرنت، الكرنت معادلته ايه؟ اي ماكسيمم برضه ساين ثيتا، برضه ساين ثيتا. يعني ترسم ازاي؟ يعني هاجي هنا هرسم كيرف كده للكرنت بالمنظر او بالقلم الاخضر ده، ده كده الكرنت، هل برضو اي ماكس ام ساين ثيتا، واخد نفس الكيرف. ايه العلاقه بين الفولت والكرنت؟ اللي هي الجمله اللي في الاخر، الجمله اللي في الاخر. يبقى لحد دلوقتي احنا قلنا الامبيدنس هي الار، العلاقه بين الفولت والكرنت، هنلاقي ان الفولت والكرنت بداوا هما الاثنين في نفس اللحظه،
هيوصلوا هما الاثنين للبيك عند نفس الزاويه او عند نفس اللحظه، صفر نفس اللحظه، نيجاتيف بيك نفس اللحظه، رجعوا تاني للصفر عند نفس اللحظه. فبنقول ان الاي والفي ليهم نفس الحاله، يعني لو ده بيك ده بيك، ده مينيمم بيك او عند المينيمم، ده عند المينيمم، ده عند الصفر ده عند الصفر and so on. فبنقول هنا ان الاي والفي ار ان فيز، ليهم نفس الحاله. كلمه فيز معناها حاله. حتى لو جينا عملناهم بفيكتورز بقول والله لو ده الفولت فدوت هو الكرنت وده اتجاه الدوران بتاعهم، يعني الاثنين دايما منطبقين او موازيين مع بعض، يعني ممكن منطبقين او موازيين مع بعض وبيلفوا طبعا اتجاه الدوران اللي هو الاوميجا بتاعنا عكس عقارب الساعه. يبقى الاي والفي هنا ار ان فيز. طيب لو جينا خدنا الكباستور المكثف، هنمسح الريزيستنس وهنحط نفس الجهد، بس بدل ما هو على ريزيستنس هنحطه على مكثف، يعني هنشيل الريزيستنس دي ونحط المكثف بتاعنا المره دي اللي اسمه سي. ليه رمزين صراحه، اما تو باريل لاينز او خط وارك، يعني الاثنين صح مش غلط، بس التو باريل لاينز عند بعض الطلبه بيفتكروها بطاريه، يعني يجي بقى في الاخر مثلا الدكتور حاطط المسافه في الامتحان فتبقى عامله كده، ده مكثف وكلنا معترفين، يجي يقول لك لا ده اقصر شويه من ده، ويقعد بقى يتخيل ان هي بطاريه، فبنريح دماغنا وبنعملها قوس وارك. ايه العلاقه بين الفولت والكرنت في حاله المكثف؟ وجات منين الجي ديت؟ وركزوا معايا. ايه العلاقه بين الفولت والكرنت في حاله المكثف؟ القاعده بتقول لي ان الكرنت في حاله المكثف بيساوي سي دي في باي دي تي، دي خدتوها في اعدادي. في حاله المكثف العلاقه بين الجهد والكرنت ان الكرنت بيساوي الكاباستنس في دي في باي دي تي. لو مش فاكرها ايام زمان لما كان يجي يقول لك لو انا عندي مكثف بالمنظر ده، ايه تعريف فرق الجهد؟ فرق الجهد هو الشغل المبذول لنقل الشحنات، الشغل المبذول لنقل الشحنات، يعني جاست انك تحط هيحصل شغل او هيتبذل شغل عشان ينقل الشحنات على المكثف، يشحنه بالمنظر ده. طب ايه اللي يحصل لو احنا كبرنا قيمه الفولتج؟ بمعنى الفيزيائي تاني، تكبر قيمه الفولت معناها هتكبر الشغل المبذول لنقل الشحنات، يعني كل ما الفي ده يزيد ايه اللي يحصل لكميه الشحنات؟ هتزيد، لان في شغل اكتر هينقل شحنات، وبالتالي كميه الشحنات هتراكم على المكثف هتزيد، يعني اقدر اقول ان الشحنه اللي موجوده على المكثف بتتناسب مع الفي. طب من ان الشحنه بتتناسب مع الفي، اذا اقدر اقول ان الشحنه بتساوي الثابت اللي هو السعه بتاعت المكثف مضروبه في الفي، والكرنت انتوا عارفينه من ايام الثانويه العامه بيساوي دي كيو باي دي تي. السي ده ثابت يبقى عباره عن سي في دي في باي دي تي. يبقى اذا الكرنت في المكثف دي اللي تهمني، ان الكرنت بيساوي سي دي في باي دي تي. الحته مهمه جدا وهنقدر نحل عليها في الجزء الثاني من الفيديو، امثله كتير جدا. اي بيساوي سي دي في باي دي تي، تعالى كده فاضل، يبقى الكرنت هيساوي ادي السي زي ما هي، دي في باي دي تي لما اجي افاضل ده بالنسبه للتي تفاضل هيطلع الفي ماكسيمم، تفاضل الساين بالنسبه للتي هيبقى كوساين اوميجا تي، اوميجا تي في تفاضل ما بداخل القوس ده بالنسبه للتي اللي هو الاوميجا. خلي بالك هنا بدات الاوميجا والسي ظهروا مع بعض، الاوميجا والسي ظهروا جنب بعض. اذا اقدر اقول دلوقتي ان الكرنت هيساوي، انا عايز اعملها على الشكل دوت، عايز اقول ان الكرنت بيساوي الفولتج على حاجه تبقى الحاجه دي هي الامبيدنس، متفقين؟ الاي يساوي فولت على حاجه، الحاجه اللي في المقام دي هي الامبيدنس. طيب هقول والله ده عباره عن في ماكسيمم في كوساين اوميجا تي، هقسم الاوميجا سي ديت واحد على اوميجا سي، في مشكله حد هنا خليتها مقام للمقام وبالتالي هي نفسها البسط. هل اللي فوق ده هو الفولتج؟ والله لو كان اللي فوق ده فعليا هو الفولتج كنت اقول لك ان الامبيدنس واحد على اوميجا سي، وهي قريبه منها لان الامبيدنس فعلا واحد على جي اوميجا سي او سالب جي على اوميجا سي. لا مش هو الفولتج، الفولتج للاسف عباره عن في ماكسيمم ساين اوميجا تي، في ماكسيمم ساين اوميجا تي، بينما ده في ماكسيمم في كوساين اوميجا تي. ايه العلاقه ما بينهم؟ بالراحه. ايه الاوبريتور جي بقى؟ نيجي هنا للحته بتاعت الاوبريتور جي. ركزوا معايا في الحته ديت، يمكن كتير منكم ما يعرفش الفيزيكال مينينج للاوبريتور جي. الجي ايام زمان لما كنا بنيجي نرسم الريال، ده محور الريال وده محور الايماجينري، كان لما اقول لك هنا مثلا هنا 3 هنا 3 جي، ماينس 3 فين؟ هتلاقي الماينس 3 هنا، طب ماينس 3 جي هتلاقيها على المحور دوت بالماينس. معلش كده اضرب معايا ال 3 في جي، لو ضربنا ال 3 في جي هتبقى كام؟ 3 جي، طب اضرب في جي تاني، لو ضربت في جي هنلاقيها بقت ماينس 3، لان الجي في جي بماينس 1 في 3 يدينا ماينس 3، لو ضربت في جي
هيدينا ماينس 3 جي. لو ضربت في جي ماينس 3 جي في جي، جي في جي بماينس 1 فماينس ايه ده؟ يعني الضرب في جي الفيزيكال مينينج للضرب في جي هو دوران للفيكتور 90 درجه، يعني الجي ما هي الا شيفت 90 درجه. تاني، الضرب في جي ما هو الا تدوير للفيكتور بمقدار 90 درجه، زي ما بقول لك 3 وزاويه 0، لكن 3 وزاويه 90 دي على فكره عباره عن 3 جي، ما اسمهاش اي بقى اتفقنا هنسميها جي. يعني لو ضربت 3 في جي اكنه شفت على الزاويه بمقدار كام؟ 90 درجه، عشان كده جي في جي بماينس 1، وماينس 1 معناها تدوير الفيكتور كام درجه؟ 180 درجه، سواء بالبوزيتيف او بالنيجاتيف. اذا الجي اللي هي جذر ماينس 1 او نص المسافه ده بيدور الفيكتور 90 درجه زي ما احنا شايفينها. لما اجي اقول لك مثلا 3 جي واضربها في جي تاني، 3 جي دي تمثل زاويه 3 بالبولر اللي هي بالمقدار والزاويه، 3 وزاويه كام؟ 90. لكن 3 جي لما اضربها في جي تبقى ماينس 3 اللي هي بالبولر 3 والزاويه 180. اذا الجي بتزود على الزاويه كام؟ 90 درجه. ده اللي هتحايل عليه هنا. او والله ده هقول هنا يبقى الاي هيساوي في ماكسيمم، هشيل الكوساين دي انا نفسي يبقى ساين فهخليها ساين اوميجا تي بلس 90 درجه او باي على الاثنين، وهقسم هنا على 1 على الاوميجا سي. ال 90 درجه اللي زايده على الساين ديت هتخلص منها وانا هضرب المعادله في الاوبريتور جي اللي هو انك بتزود على الزاويه 90 درجه. يعني هتساوي كام؟ يعني انا بقول دي هتساوي منها الاي، هسيب الاي زي ما هو اهو، في ماكسيمم في ساين اوميجا تي، وهنا هزود الجي اللي هي زاويه 90 درجه واقسم على الاوميجا سي. الجي دوت البسط دوت هخليه مقام للمقام، يعني هشيل الجي من هنا، عارفين اي بسط هو مقام للمقام. اللي فوق ده اصبح هو مين؟ اصبح هو الجهد، اللي فوق اصبح هو الجهد. طب واللي تحت؟ يبقى من الاي دوت هو اللي بيساوي الجهد، يبقى اللي في المقام دوت هو الامبيدنس، يبقى الامبيدنس بتاعت المكثف ما هي الا 1 على جي اوميجا سي، 1 على جي اوميجا سي. وزي ما قلت لك لو انت ضربت في جي على جي، جي في جي بماينس والجي اللي في البسط تفضل زي ما هي، يبقى سالب جي على اوميجا سي او 1 على جي اوميجا سي. العلاقه بين الفولت والكرنت في حاله المكثف، العلاقه بين الفولت والكرنت في حاله المكثف، انا بدور على المشاره بس. العلاقه بين الفولت والكرنت في حاله المكثف ايه هي؟ تعالى كده نرسم الفولت والكرنت، نرسمها مثلا في الحته اللي في الاول دي، وبعد كده نرجع نتكلم على الكويل. باكد تاني ان الاثباتات ديت مش مقرره، انا بس بشرحها عشان تبقى فاهم الحاجات دي جت منين، لكن في الاخر مش هاجي اقول لك اثبت لي، احنا في كليه هندسه فمش هقول لك اثبت لي قانون، طبق القانون استخدمه تحل بيه اند سو اون. لو جيت ارسم الفولت، الفولت كان في ماكسيمم ساين ثيتا، يبقى الفولتج هيترسم رسمه ساين عاديه خالص، ده الفولت. طيب عايز ارسم الكرنت، الكرنت خلي بالكم طبعا ما اقدرش ارسمه في جي، صعبه جدا، يعني هنا ما حدش فكر انه يرسم الكرنت هو في ماكسيمم على جي، لا ولا هنا. اسهل حاجه وهو هنا او هنا، عباره عن بيك مضروب في كوساين، او هنا بيك مضروب في مين؟ في كوساين. اذا الكرنت الويف بتاعته هتبقى عباره عن كوساين، يعني لو جيت رسمتها هلاقي الكرنت شكله بالمنظر ده، هيبدا من الصفر وهنا هينزل عند البيك، قصاد دي بالظبط هيكون نيجاتيف بيك، قصاد نيجاتيف بيك هيبقى صفر، اند سو اون، ده الكرنت. ايه العلاقه بين الفولت والكرنت؟ هل بداوا مع بعض ماشيين مع بعض وصلوا للبيك مع بعض زي في حاله الريزستنس؟ لا طبعا، امال ايه اللي حصل؟ الكرنت هنا بيك، الكرنت هنا بيك، امتى الجهد كان بيك؟ دي الزاويه 90 درجه، بعديه ب 90، ركز معايا، الكرنت هنا كان بيك عند الزاويه صفر. امتى الجهد كان بيك؟ لما اجي اقارن بين نقطتين، اقارن بين نقطتين ليهم نفس الفيز، نفس الحاله. يعني الجهد بعديه ب 90 درجه، طب الكرنت هنا نزل لصفر، امتى الجهد ينزل لصفر؟ عند الزاويه 180، يعني برضه بعديه بكام؟ ب 90 درجه. الكرنت هنا كان نيجاتيف بيك، امتى الجهد يبقى نيجاتيف بيك؟ بعديه ب 90 درجه. الكرنت هنا كان صفر، امتى الجهد هيبقى صفر؟ بعديه ب 90 درجه اند سو اون. يعني دايما الاي بيعمل الاكشن والجهد متاخر عليه ب 90 درجه. فبقول العلاقه هنا ان الاي ليدز يعني بيسابق بيقود، ليدز في باي 90 ديجري. دي الجمله اللي انتم شايفينها هنا على السطور. الاي ليدز الفي بمقدار 90 درجه، يبقى الزد او اللي ساعات بنسميها اكس سي الكاباستيف ريأكتانس المفاعله السعويه بالعربي بسالب جي على اوميجا سي، الاوميجا ما هو الا 2 باي في الفريكونسي، والفريكونسي اف نوت جيفن هنفترضه 50 هرتز لان الشبكه المصريه التردد بتاعها 50 هرتز. السي هي الكاباستنس والوحده بتاعتها هي الفراد، درستوها بكافه اعدادي.
والاي بليد الفي ب 90 درجه. الاي ليدز الفي، ركز معايا هنا، لازم نبدا بالاي. يعني لو جيت قلت لي ان الفي لاجز الاي باي 90 درجه، معناها نفس المعنى، الاي مساوي ب 90، هي معناها ان الجهد متاخر ب 90. هقول لك غلط. دايما ننسب الكرنت، دايما ننسب الكرنت للاصل اللي هو الجهد، لان الجهد هو الاساس، الكرنت ده تابع للجهد. فالكرنت دايما، عشان كده كمان عشان لما اجي اقول لك في المساله اللي قدام اقول لك المساله ليد، ما تقعدش تقول لي مين بليد ومين بلاج. ليد يعني الاي، ابدا بالاي دايما، ابدا بالاي. حتى لو خدت بالك حتى والاثنين انفيز انا بدات بالاي، مع انك لو بدات بالفي مش تفرق صراحه، لكن دايما ببدا بالاي. الاي هو اللي بيسابق او الاي هو اللي متاخر. احنا لينجويستيك او لغويا الاثنين نفس المعنى، كهربيا لا. عشان بعد كده لك المساله ديت لاج يبقى اي بلاج، المساله ديت ليد واسكت يبقى اي بليد. تبدا دايما بالاي تنسبه للفولتج. يبقى هنا الاي في حاله الكاباستور الاي بليد ب 90 ديجري. طيب اخيرا في حاله الكويل، لو جينا في حاله الكويل هنحط برضو نفس الجهد بتاعنا على الملف ونشوف ايه العلاقه اللي هتطلع، والامبيدنس ليه بتساوي الامبيدنس في حاله الكويل جي اوميجا ال. خلاصه الفيديو ده كله ان سيادتك التيبل ده هو اللي انت هتبقى حافظه. ادي الكويل، هنحط عليه نفس الجهد بتاعنا اللي هو في ماكسيمم ساين ثيتا او ساين اوميجا تي، وادي الكرنت، وده ليه اندكتنس اسمها ال، زي الكاباستور ما ليه كاباستنس اسمها ال، ثابت المكثف. وده فانكشن في الماده العازله بين التو بليتس او الماده العازله اللي موجوده جوه، وفانكشن في الجيومتري الشكل، يا ترى هو اسطوانتين هو كورتين هو عباره عن تو بارل بليتس، فهو فانكشن في حاجتين، الماده العازله والجيومتري، وما يهمنيش في حاجه. لكن الاندكتنس برضو شبيهه جدا، ثابت للملف، فانكشن في الشكل الوسط نفسه اللي مصنوع منه والشكل الهندسي الجيومتري والوسط، وهو طبعا متناسب مع مربع التيرنز ريشيو. يعني التيرنز ريشيو ديت كل ما انت تزود عدد اللفات ده بيزيد بالتربيع معاها. طيب ما يهمناش، هو اللي يهمنا ان هو ثابت للملف. العلاقه هنا ان الفولت من قانون فاراداي ان الفولت بيساوي ال دي اي باي دي تي عكس المكثف، دي جايه من اصل ان دي فاي باي دي تي بتاعت فاراداي، مش مجالنا ان احنا نخش فيها بالاسباب، انا عايز اوصل للجزء اللي انا محتاجه. الفولت بيساوي ال دي اي باي دي تي، لا ده انا عايز اجيب الكرنت. طيب الفولت ده عباره عن في ماكسيمم ساين اوميجا تي هيساوي ال دي اي باي دي تي، ال في دي اي باي دي تي. اول خطوه هنقسم على ال، يبقى هجيب ال ديت هنا في المقام، هقسم هنا على ال، يبقى هجيب ال هنا في المقام، هودي دلتا تي الناحيه دي، هودي دلتا تي الناحيه دي، هشيلها من هنا، هكامل الطرفين، يبقى الاي هيساوي تكامل الكلام ده كله، الاي هيساوي تكامل في ماكسيمم ساين اوميجا تي دلتا تي ومقسومه على ال ال. الفي ماكسيمم والال هيطلعوا بره، ادي الفي ماكسيمم والال هيطلعوا بره. خلي بالك انا بكامل ساين اوميجا تي بالنسبه لدلتا تي، يبقى لازم يكون هنا في اوميجا، لازم بره الساين هنا يكون في اوميجا، اذا هقسم على اوميجا، وبدات تظهر معالم الامبيدنس اللي هي عباره عن الاوميجا في ال. في ماكسيمم تكامل الساين ماينس كوساين، تفضلها كوساين يبقى تكاملها ماينس كوساين اوميجا تي. يبقى الاي ركز معايا هيساوي سالب، سيب السالب زي ما هي، في ماكسيمم في كوساين اوميجا تي على اوميجا ال. لو كان اللي في البسط، لو كان اللي في البسط هو الجهد كالعاده كنا هنقول ان الامبيدنس ساعتنا هي مين؟ اوميجا ال. لا طبعا اللي في البسط مش اوميجا، مش هو الجهد، ده اللي في البسط ساين. هتعمل نفس الطريقه، هقول الاي ده ماينس، وادي الفي ماكسيمم، وهشيل الساين دي واحطها او كوساين احطها ساين اوميجا تي بلس 90 درجه او بلس باي على الاثنين، واستغل الاوبريتور جي اللي هو بيضيف زاويه 90، يبقى اطلع ده بره بواحد وزاويه 90 او جي، يبقى سالب وهنا جي، في ماكسيمم او اسف في ماكسيمم ساين اوميجا تي مقسوم على اوميجا ال. عشان اخلي في البسط في ماكسيمم ساين اوميجا تي، او معنى ثاني اخلي ان في البسط هو الجهد فقط، اخلي في البسط هو الجهد فقط، هضرب في جي اوفر جي، جي في ماينس جي، جي في جي بماينس 1 في ماينس يدينا بوزيتيف 1، يعني يطلع لي في ماكسيمم ها ساين اوميجا تي لكن المقام جي اوميجا ال. لو كان ده الجهد وهو فعلا دلوقتي هو الجهد، اذا الامبيدنس بتاعت الملف ايه يا شباب؟
بجي اوميجا ال. اذا الامبيدنس للكويل جي اوميجا ال، وكالعاده الاوميجا 2 باي في الفريكونسي، والال ده الاندكتنس، والوحده بتاعته هي الهنري. الهنري اختصارا بنكتبها اتش، والاوبريتور جي هو روت ماينس، واضح بنسيبها جي زي ما هي رمز بالمنظر ده. ايه العلاقه بين الفولت والكرنت هنا؟ ايه العلاقه بين الفولت والكرنت؟ هنيجي نرسم الفولتج. الفولتج بيور ساين ويف اهو، الفولتج بيور ساين ويف. طب الكرنت، تعال كده نشوف الكرنت. انك ترسمها وفيها جي صعبه جدا، وهنا ساين اوميجا تي زائد 90. طب ليه؟ اسهل حاجه هي الحته ديت او دي، ما فرقتش كتير. هو عباره عن شويه حاجات، بس خلي بالك مش مضروبه في كوساين، مضروبه في ماينس كوساين. شويه داتا مضروبه في ماينس، يعني بدل ما هرسم كيرف كوساين ابدا من البيك، لا ده ماينس كوساين. يعني هرسمه ازاي؟ هبدا من عند ماينس البيك تاني. شويه حاجات بس مضروبه في كيرف كوساين، بدل ما الكوساين تبدا من عند الواحد، لا انا هرسم ماينس كوساين، يبقى هبدا من عند نيجاتيف ال1. يعني الكرنت هيبقى شكله بالمنظر ده. ده الكرنت ودوت الفولت، ده الكرنت ودوت الفولتج. هنلاقي هنا بقى مين اللي بدا الاول؟ ده صفر وبيزيد، ده كان صفر وبيزيد، بعديه بكام درجه؟ ده عند الصفر كان ده عند 90. ده الاي متاخر، ما بقولش الفي سابق، مع ان نفس المعنى، لكن كهربيا بنقول الاي متاخر ب 90. الفولتج وصل للبيك هنا، الكرنت هيوصل للبيك عند الزاويه 180، اذا الفولتج وصل الاول، بعديه الجهد او الكرنت ب 90 درجه. الفولتج نزل للصفر، الكرنت كمان هينزل للصفر لكن بعديه ب 90 درجه. ده نزل نيجاتيف البيك، الكرنت امتى هيبقى نيجاتيف البيك؟ بعديه ب 90 درجه. يعني دايما الفولت هو اللي بيعمل اكشن ويجي الكرنت بعديه. يبقى هنا العلاقه ان الاي لاجز في، لاج يعني متاخر، لاجز في باي 90 ديجري، بيتاخر عن الفولت ب 90 درجه. يعني جيت رسمتها كفيكتور وافترضت ده الجهد، هيبقى دوت هو الكرنت متاخر عنه لان ده اتجاه الدوران، يعني اكننا بنوقف بني ادم هنا. مين اللي عدى عليه الاول؟ الفولت، ويعدى عليه بعديها ده اتجاه الدوران اللي هي الاوميجا اللي بندور بيها عكس عقارب الساعه. فالفولت هو اللي هيعدي الاول ويجي بعديه الكرنت ب 90 درجه، عشان كده بقول ان العلاقه ان الاي متاخر عن الفي ب 90 درجه. بينما في المكثف لا، لو ده الفولت هيبقى ده هو الكرنت والزاويه بينهم 90، بحيث ان انا اقول ان الاي مسابق الفولتج ب 90 درجه، مسابق. لو وقفت بني ادم هنا هقول والله الاي مسابق الجهد ب 90 درجه. كمعلومة إضافية، وخلاص الجزء اللي دوت خلص. كمعلومة إضافية، ليه الكرنت بتأخر في الملف؟ يعني ليه الكرنت، يعني لما أحط الجهد على الملف ليه الكرنت بتأخر؟ لو تفتكر أيام زمان كانوا بيتكلموا على إن الكرنت لما يجي يمشي في الملف هيتولد باك إي إم إف، هيتولد جهد يحاول يعاكس اتجاه الكرنت، اللي هي قاعدة لينز لو تتذكروها. وبالتالي الكرنت بيبدأ يتأخر شوية، بيتأخر شوية، اللي هي بنقول تقريباً 90 درجة، مش تقريباً، بيتأخر 90 درجة عن الجهد. بينما في المكثف لا، في مجال كهربي، مفيش مجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي في الملف هو اللي بيأخر التيار. اما هنا جاست انك تحط الكرنت هيعدي لان مفيش مجال مغناطيسي، لكن الجهد هو اللي بيتأخر بسبب المجال الكهربي. او للتبسيط يقول لك ايه، سيب المكثف يشحن، المكثف ياخد وقت على ما يشحن، على ما يظهر عليه فرق جهد، على ما يظهر عليه فرق الجهد. فممكن نقول هنا الجهد هو اللي متأخر، او طبعا منطقيا زي ما قلنا نبدأ دايما بالتيار، يبقى هنا الاي بليد، بينما هنا الاي بلاج، وهنا في حاله الريزيستنس الاي والفي ان فيز. اخر حاجه عشان الناس اللي هتنساها، كان في فيلم ايام زمان كرتون بيتكلم على الرجل التلجي ايس مان، اللي هو عباره عن كورتين تلج كده وليه مناخير عامله زي الجزره. الفيلم ده كان اسمه ايلي ذا ايس مان، ايلي ذا ايس مان، ما اعرفش سمعتوا عنه ولا ما سمعتوش. عامه ما تتفرجوش عليه انه فيلم نكد، والراجل ده بيسيح في الاخر يعني بيموت. ايس، كلمه ايس دي تهمني جدا. السي هي المكثف، السي انا قلت لك بس الاسم ده عشان تفكره، السي هي المكثف، ده الجهد، ده الكرنت وده الجهد. يبقى في حاله المكثف الاي بليد الفولت، حاله المكثف الاي بليد الفولت. بينما الي في حاله الملف الاي، دايما ابدا بالاي، انسب الاي، الاي بلاج الفولت. يبقى الاي بلاج الفولت في حاله الملف، بينما هنا الاي بليد الجهد في حاله المكثف. لو نسيت افتكر كلمه ايس ذا ايس كريم، كلمه ايس دي ما تنسهاش، ان السي الاي بليد، وبالتالي يبقى في الملف الاي بلاج. جزاكم الله خير.